تشهد دولة الإمارات حراكا إنسانيا شاملا لإغاثة المتضررين من الزلزال في سوريا وتركيا ضمن حملة جسور الخير التي تنظمها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي ووزارة تنمية المجتمع وعدد كبير من المؤسسات الخيرية في الدولة. نحن اليوم هنا في أرينا في مركز دبي التجاري العالمي، حيث وجه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد لإقامة هذا الحدث لدعم متضرري الزلازل في سوريا وفي تركيا. كما ترى هناك العديد من المتطوعين، ونحن دولة الإمارات دولة سباقة، يعني دائما تمد يد العون للصديق والشقيق وكل جهات العالم. وتسعى مؤسسة مبادرات محمد بن راشد المكتوم العالمية إلى تحقيق التكامل والتنسيق بين المبادرات الإنسانية والتنموية والاجتماعية، وذلك بهدف تعظيم أثرها ومضاعفة طموحها وتوحيد أهدافها ورؤاها بما يتناسب مع تحديات المرحلة التي يمر بها عالمنا العربي والعالم ككل. العمل التطوعي هو عمل إنساني لتهذيب النفس البشرية. نحن هنا جميعاً يجمعنا التسامح، تجمعنا الإنسانية، نحن جميعاً هنا من أجل الإنسان. اليوم مشاركتنا كمتطوعي الهلال الأحمر الإماراتي من مركز دبي بالتعاون مع محمد بن راشد العالمية نجسد ملحمة إنسانية لأبناء زايد الخير في خدمة متضرري الزلازل كل من تركيا وسوريا، وهذه رسالة للمتطوعين بحكم أن استدامة العمل التطوعي يتطلب تواجد المؤسسات وأيضا الأفراد في دعم مبادرات الدولة. وتوافد المواطنون والمقيمون بكثافة للمشاركة في الحملة، سواء من خلال تقديم التبرعات المادية والعينية أو عبر المساعدة في عمليات التغليف والتحميل للطرود والمواد الإغاثية. الخير هو رسالة الإمارات إلى العالم، نهج إنساني راسخ يجسده أبناء زايد كل يوم. لمركز أخبار قنوات أبوظبي، ناصر الرميثي، دبي.